حظوظ يعني المنتخبات العربية يعني في الحفل المحفل يعني ديال كأس العالم، فتنظن بأنه كاين حظوظ، ولا سيما حظوظ اللي الفرق اللي طاحت في واحد المجموعة اللي شوية رحيمة بالنسبة لهذه المنتخبات، كالمنتخب المصري. المنتخب المصري تنعرفوا بأنه عنده لاعبين يعني من العيار الكبير، إلى استثني الى هضرنا غنهضروا ولا غنهضروا مع هنهضروا على اللاعب صلاح اللي هو يعني هداف الدوري الانجليزي، لاعب اللي بالامكانيات الكبيره، لا هو لا اللاعب نيني، بالامكان هاد اللاعبين هادو يعني يعطيو دفعه للمجموعه المصريه. وتعرفوا يعني المنتخب المصري دائما يعني تيكون منتخب متجانس، منتخب اللي بالامكان ديالو تيعطي كل ما يعني يمكن يعطيه. بجواره غيكون المنتخب السعودي لانه حتى هو في نفس المجموعه، فاكيد بانه هذا المنتخب السعودي بالتجربه جديده ديالو ديال اللاعبين اللي تيعيرهم في دوريات اوروبيه باش ياخذوا الخبره، وهذا يعني نقطه مهمه بالنسبه للمنتخب السعودي، يمكن يكون عنده حظوظ حتى هو في الدور الثاني. اما بالنسبه للمنتخب التونسي، فالمنتخب التونسي يعني ولا منتخب عنده مجموعه جيده، دار مسار جيد يعني في دور الاقصائيات، فتنظن بانه بالامكان ديالو يكون حتى هو نقطه مهمه في كاس العالم. اما بالنسبه للمنتخب المغربي، المنتخب اللي تيهمنا اكثر فهو المنتخب المغربي، تنشوفوا يعني من بعد المجيء ديال رونار ومن بعد السياسه ديال الجامعه اللي على راسهم القجع، اللي عطاو واحد ديناميكيه في المنتخب، رجعوا الهيبه للمنتخب، شلنا حتى فرد ديال او فرض يعني الاسلوب ديال المنتخب المغربي على منتخبات اللي كانت جيده في كاس افريقيا. الى نعطيو على سبيل الحصر هو كوت ديفوار، شفنا كيفاش لعبنا داخل يعني في ابيجان، وكان المستوى كبير وكبير بزاف. هذه العوامل هذه بالامكان ديال المنتخب المغربي يمشي بعيد، ولكن من بوابه المنتخب الايراني. انا تنظن بانه المنتخب المغربي لو انتصر على المنتخب الايراني سوف يكون الضغط كله على المنتخب الاسباني والمنتخب المنتخب البرتغالي عكس المنتخب المغربي، وتنعرفوا اللاعبين المغاربه اللي ما يمكنش عندهم ضغط، فتنظن بانه تيتالقوا وتيعطيونا واحد القوه كبيره اللي بالامكان نحقوا المفاجاه بكل صراحه، لانه حنا في واحد المجموعه صعيبه وكبيره بزاف. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.